ويتم تسليمهم ايضا ملف معتقلين حي الوعظ. الان هذه هي القائمه بالاسماء الثلاثيه هؤلاء المعتقلين. الحمد لله نحمد الله، الحمد لله. انتم اخباركم؟ الله يخليك يسلمك. احنا حاليا في باب عمرو، هذا نموذج على المعتقلين. باب عمرو احنا فهم بالاسماء، ونتمنى من بعثة المراقبين أن يخرجوا داخل المعتقلات إذا كان هذا النظام يريد أن يبدي عشرين. حسنا نستلم أسماء المعتقلين ملفاتهم، زاد للشهداء، زاد الأربعاء 5/1/2012 إذا خلصنا من وقت